مرحبا بكم متابعي قناة المغاربة ملوك الحلبة. منذ قليل تمكن المقاتل المغربي نبيل أسمر من الفوز على خصمه الروسي بالضربة الأرقادية ضمن بطولة عرب كومباسبور التي أقيمت بلبنان. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لسلك كل جديد وفرجة ممتعة. الروسي جاي بمعنويات عالية، بيعرف منيح مين نبيل أسمر. خلينا نسمع. مالك توقعت تروح نوك اوت؟ انا نوك اوت لمين؟ انا بقول لنبيل. لنبيل انا الحمد لله جبنا كل الانترناشونالز لعنا، خلينا نحضرها مع بعض. الروسي كودن بالشورت الابيض، نبيل ذكي كثير. مواي تاي؟ كيك بوكسينج؟ كيك بوكسينج كنت عاملها بلبنان، لانه السوق بده بعدهم حذرين اثنيناتهم. هيدي فرونت، اوه هون هاي كيك كان. اوكي يعني بده يحافظ. الروسي شايف ليه حابين يجوا، جمهور رائع. ليك قدرنا نقدر نوصل مع بعض، وان شاء الله هيدي البدايه. تحت الهواء انه بدي انهي اول جوله، بس مثل ما شفت مانو قادر يستلبر الريزم. الكي 1 كثير اسرع من الماي تاي. كودن لانه اللي يا كودن، لانه انا بعرف شو قدرات نبيل. بعده اليا حذر كثير، وباي ثانيه يمكن يكون اكسبلوسيف. بس او بعده زحت، شفتها؟ قد ما اكل اكل انصاي. شفناها كثير اليوم على كل حال. لوك الفارس برجع بقول لك المس او اجل وعادي تمام بمنظمتنا، وهن طلبوا يجوا لعنا على لبنان. ليكون نبيل على البيس هلا اذا لاحظت على اوه زحطه. هي زحطه مثلنا باللي عم نعمله، وعندنا فيو بلانز ما بدنا نحكي فيهم هلا. بس البلان موجوده. شو لا الجمهور صار كثير بينطرنا، امالهم كبيره فينا كثير. فيز طبعا. سبعه بدي قوم نطر العدي كلها ذكي. لايك رجع خلص خلص نفس المحل نفس المحل نفس المحل ما عم يقدر ما عم يقدر. اذا بعد عدي لانه نفس الكاونت. ما بعرف اذا فسروها يا شباب ومفسرها جمهورنا. والله اوكي لنشوف كمان نفس الاستراتيجي. ذاتس ات جيم اوفر. ثلاث مرات جيم اوفر. انيود جورج، انا هلا بدي كثير انبسطت علقت معك. شكرا. انا كمان سعيد جدا. هذا الايفنت وهيدي الفايتس كلها عم تبعها لايف اكيد على الاي دي سي اي والال بي 2. كبير على قدمه للاعب الروسي كودن. بحترمه وبحبه لانه لاعب طالع طلعته بعده والصبي يعني مشروع كبير لبعدين. هيدا هو البيلت، بيلت الاي سي اس ذا تشامبيون، حافظ عليه بوزنه. نبيل اسمر وزن 69 كيلوغرام، البطل المغربي. الف مبروك للبطل المغربي. يعني اجى كودن تيحاول ينتزع منه على هالتنظيم